أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهد الحاد لمن استطاع إليه سبيلا. اليوم معنا الأخ صالح، ضيف مبهر جديد. خلونا نرحب بالأخ صالح. تفضل أخ صالح، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا حبيبي جناب. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك. طبعا الأخ صالح من خلفية مسيحية، وهو ملحد، يعني ملحد مسيحي على حسب الموضة اللي طالعة هالأيام هاي، ملحد علوي، ملحد سني، ملحد شيعي، فجانا ملحد مسيحي، وشان أخواننا المسلمين ما يقولوا ليش معططين على الإسلام فقط. هاي بنسمعها كل يوم، هاي بنسمعها كل يوم. أخي صالح، إذا بطاقة تعريفية مختصرة عن شخصك الكريم لو سمحت. تفضل. اسمي صالح، من الأردن، أردني، خلفية مسيحية، كنت مسيحي أكثر من طائفة يعني، بس انولدت لاتين. إذا بعرفش إذا عم أنت سمعت فيهم، أكيد في ناس بالأردن كلهم بيعرفوا شو يعني لاتين. وتغيرت من طائفة لطائفة شوية هيك، وبعدين زي ما أنا هلأ إنه ألحدت خلاص، إنه تركت الدين وتركت فكرة الإله والشغلات هاي كلها، بعدت عنها. برافو إلي برافو. تقريبا 7 8 سنين، إشي زي هيك تقريبا. بحكي الحال جايين عليها هالمسائل هي كلها أوكي. بنحكي عليها، بس أوكي. انا بدي اذكر اصدقائي انه كان عنا حلقه مع الاخ صالح من فتره اسبوع تقريبا، وكانت الساعه عنده الساعه 5 الصبح، يعني مع انه نبهته من قبل. معلش انا بتعتذر منك كمان مرة على اللي صار، انا ولا يهمك. يعني ما حطيت منبه وحطيت كل شيء كان شغال وعلى الفاضي، ولا حسيت ولا سمعت ولا اشي. فما في مشكلة. على كل حال صالح، أنا كثير تشرفت معرفتك أخي صالح، حبيبي جاب. وسعيد بالحديث معك. طبعا الأخ صالح اليوم راح يحكي لنا تجربته، والأسبوع الجاي بنفس الوقت راح نسوي حلقة مع الأخ صالح عن المسيحية بين المنطق والخرافة، يعني ناقش المسيحية، هو متعمق بالمسيحية، فأنا كثير سعيد إنه أسجل معه بصراحة ونفهم المسيحية، يعني شو هي هالخرافة اللي تختلف عن الإسلام. طيب أخي صالح، خلينا نبدأ بالبدايات، كتجربة شخصية، كطفولة مع الدين، كيف تربيت، كيف كان وضع أهلك الاجتماعي، المحيط العائلي، خلينا نقول الديني، الفكر الغيبي، كيف كانوا يتعاملوا معه انت، كيف كانوا يعاملوك انت مع الدين، هل هالمسائل هي بصغرك؟ تفضل. شو هلا كبداية، أنا يعني مواليد محافظة بالأردن اسمها الكرك. انولدت بعائلة مسيحية، مش متعصبين، عاديين، عادي كتير كتير يعني، مش ما حدا متعصب بالعائلة. دراستي كانت بمدرسة مسيحية 100%، اللي هي مدارس اللاتين، مربوطة بالكنيسة، يعني أصلاً هم عبارة عن مبنى واحد يعني، اللي حتى مدير المدرسة خوري والإدارة كلهم رهبات، يعني إشي مسيحي 100% كان. ما في إلا المعلمين يعني، هم اللي كانوا مش رهبات ولا خورة، كانوا ناس عاديين يعني، بس برضو مسيحية أكيد يعني. فكان جو مسيحي العام 100%. وطبعا طبيعي زراعة الدين كانت عبارة عن زراعة وتلقين وتحفيظ بس ما في تعصب يعني، كعامة عند المسيحية ما في شيء اسمه تعصب وهيك، بس انه يعني الدين هيك غصب، عرفت انه يعني كله عن الدين يعني، حصص الدين كانت إشي كثير مهم يعني، حتى حصص الدين معظمها انه كانوا ياخذونا على الكنيسه، هي مبنى يعني، بس انه ننزل ونطلع هيك كنا بالكنيسه. حصص الدين تجينا مرات الخوري نفسه يجي يحكي لنا، واحنا صغار يعني مش فاهمين شو اللي بحكيه اصلا، بس لازم يحكي يعني، لازم يجي يحكي بيسوع ومحبه والله بحبك ومن الحكي الفاضي هذا كله. تربيت على هذا الجو وطلعت فيه، طبعا اكيد بدي اكون انسان مشبع تماما بالمسيحيه طبيعي. اهلي عاديين، ما كانوا شديدين، بس كان مثلا يعني كل احد لازم يروحوا على الكنيسه،
الصبح أو المساء. مثلا جدي اللي هو اسمه على اسمي كان لازم كل يوم أحد يأخذني من إيدي ويحطني معاه بالكنيسة، يعني كان هو يصلي وأنا أضل جنبه. أنا بتذكر إنه أكثر المرات كنت أنام وأنا جنبه وهو اللي صحيني إنه اصحى ما بصير، إنه لازم تسمع وهيك. طيب أوكي ماشي. فهذا الجو العام لك، إنه عندي بالعيلة، مش بعيلتي أنا يعني، أولاد عمي وأولاد خالي، في عندي ناس واصل مراحل متقدمة جدا في الدين. يعني عندك في واحد ابن عم أبوي، إذا في أردنية بيسمعوني راح يعرفوا عن مين بحكي من غير ما أحكي اسمه. هو من المسؤولين عن المتجددين المسيحية. هاي المتجددين هاي طائفة بالأردن موجودة بكل مكان، المتجددين أو الإنجيليين. هذا الشخص مسؤول عنهم تقريبا في الأردن، أو من أكثر المعروفين بالأردن. يعني واصل مراحل بيطلبوه يعمل وعظات بالعراق وبسوريا وبأمريكا. هذا بصير ابن عمي، وطبعا قبل ما ألحد كثير حكيت أنا وياه، وآخر فترة وصلت لمرحلة إنه بطل يرد علي بالمرة. آخر فترة إنه بعثت له هيك مش مجموعة أسئلة إنه بدي أعجزه، كان موضوع عن سؤالين ثلاثة بعثت له إياهم، وحكى لي برجع لك أعطيني يومين. وهذا الحكي من 3 سنين. بدي اسالك صالح، هلا بهالطفوله هي، يعني هلا مثلا المسلمين، اخوتنا المسلمين في عندهم مساله التخويف من الاله، اذا ما عملت هيك راح يعمل فيك هيك، اذا ما عملت هيك راح يعمل فيك هيك، اذا ما طعت بحرقك وبدلعك وبشوي. لا لا هذا طبيعي طبيعي. هلا ما بهددوك هم شخصي، يعني ما بيجي عليك بحكي لك ابوك انه ابوي يعني انه بدي اعمل لك، لا بقول لك المسيح راح يحطك بالنار، الله راح يحطك بالنار، الله مش راح يشويك، الله مش عارف شو، الله راح يسخطك، الله مش راح يوفقك بحياتك، راح تضلك طول عمرك معذب، راح تضلك طول عمرك مشتت، راح تضلك مش عارف شو. يعني من الحكي انه الله، والله بحطك في هاي، الله بحطك في النار، يعني هاي بتسمعها باليوم 250 مره كلمة الله بحطك في النار. يعني كل ما تحكي شيء لا ما تحكي هيك، الله بحطك في النار. طب ما تحكي، ما تسأل، الله بحطك في النار، ما تسأل هيك سؤال، حرام عليك. ايش اللي حرام عليك؟ طيب بدي يعني شو الجواب على هذا السؤال؟ ليش هيك عمل الله؟ ليش الله عمل هيك؟ طب ليش الله حكى هيك وعمل هيك؟ يعني هاي ما هاي إلها ما إلها دخل بهاي. فلا حرام ما تحكي هيك، الله بحطك في النار، ما تسأل. خلص هي هيك، الله هيك بده، شو نعمل لك يعني؟ هذا يسوع الدلوع حبيبي، اذا ما حبيته يعني لك دواء عنده. انا هاي شغلتي يسوع الدلوع حبيتها منك كثير على فكره، سمعتها باكثر من حلقه من حلقاتك. وبصراحه كثير ناس حبوا يسوع الدلوع، يعني هو دلوع صراحه. يعني احكي لك شغله، ما هو المسيح شو اكثر انجاز عمله بحياته؟ تفضل. مات بس. بالفعل هذا الانجاز الوحيد اللي يعني هلا محمد غزا وسبى وعمل واحتل دول، ويعني عمل في اكشن بحياته، عرفت؟ يعني بتقرا قصصه بتطلع افلام ومسلسلات من السيره النبويه بتعمل هوليوود منها لحالها. المسيح ما فيش شيء تعمله، يعني اكثر شيء عمله انه مات بس. هو صالح بتعرف، يعني انا على طول بقوله انه اذا المسيح اللي نفترض انه هو 3 سنين قام برسالته، يعني اذا نسميها رساله او نسميها مزبوط الاسامي 3 سنين، يعني لو باقي مثل محمد من 40 ل 63 23 سنه، يعني 20 سنه في زياده عن المسيح. يعني تصور لو يسوع الدلوع هذا 20 سنه اخرى، يعني اكيد انا بنفسي بقول كان وجه المسيحيه تغير حاليا، ولا كان لا كان ممكن. طبعا 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 كان ممكن كثير شغلات تتغير، كان ممكن هو شخصيته نفسه تتغير. لانه احكي لك شغله، هلا محمد لما بلش كان زي المسيح، يعني كان لحاله ما فيش الا كم واحد حواليه، وين ما يروح بنضرب، وين ما يروح بنسب عليه، ولكم دينكم ولي ديني، وانه انسان بحاله كان، ويا عم تركوني بحالي ومش عارف من هالحكي، انه كان انسان ضعيف اللي هي في بدايه الاسلام. فالمسيح نفس الاشي كان ضعيف، ما في حواليه غير 12 تلميذ، ووين ما يروح بنتف عليه، وين ما يروح بتبهدل،
حتى الرجل رموا عليه احجار ومش عارف ايش من الشغلات، يا زي بدايه محمد. محمد شو اللي صار معه لما راح طلع على طردوه من مكه، وهو هرب من مكه ورجع مع الصعليك، رجع معه جيش. صحيح. كل القرآن نفسه تغير تماما، يعني صيغة حكيه وصيغة أوامره تغيرت تماما، صار من نبي تحول لجنرال، صار جنرال حرب. لا صار رئيس عصابة بصراحة، يعني هو صار عليك عصابة. هلا المسيح عاش، خلينا نحكيها هيك على بلاطة، وبده يزعل يزعل المسيح، بلش صعلوك وما تصعلوك، طفت يعني بلش لحاله وهبيله مسكين، وين ما يروح بتبهدل، وما في حواليه غير ال 12 تلميذ وبرضه بتبهدلوا معه كمان، وما لحق يعمل إشي مسكوه وتفوا عليه وبهدلوه وصلبوه، هذا اذا صلب اصلا، وصلبوه ومات، بس ما لحق يعمل إشي. هو لو يعني انا بقول لو مثلا كمل فترة طويلة وشاف عنده مريدين كتير، وهي تنغنج له وهي توغج له وهي ترفع له، مثل ما بقولوا ما لحق يعمل إشي، ما لحق يعمل إشي بالضبط. يعني اولها بالضبط بالضبط كان لمحمد، انه محمد حكى لكم دينكم ولي ديني، المسيح حكى ما لقيصر لقيصر وما لله لله، يعني انه اتركوني بحالي يا عمي، هيني انا تارك ناسك بحاله اتركوني بحالي، ومحمد نفس الاشي. بس محمد استمر، هذا حظه زفت عاد، اجاله اللي صلبه على السريع ما رحمه، فهي بس انه ما لحق يعمل اشي. وبعدين المسيح عليه علامة استفهام كثير كبيرة، وكله بيفتي من عنده، ما في حدا عنده جواب، لانه ما حدا رح يقدر يجاوب، لانه ما حدا شاف ولا حدا عرف. المسيح اختفى فترة كثير طويلة، تقريبا 30 سنة لل30، لما صار عمره 30 المسيح اختفى، وكل واحد بيفتي على كيفه، والناس بحكي لك راح يتعلم الفلسفة والأدب بالهند ومش عارف، كل واحد على كيفه، يعني على أساس إنه كلهم كانوا معه، عرفت، وشافوه وهو رايح جاي، كل واحد بحكي من عنده، بتروح على كل كنيسة بتعطيك جواب شكل. في ناس صريحين بحكي لك ما بنعرف وين راح، في ناس لا ببلش يفتي من عنده، زي بعض الخورة اللي بحكي لك راح يتعلم مش عارف ايش، وابصر بالهند، واللي تعلم ابصر شو ابصر وين، كله على كيفه. بس في علامة استفهام كبيرة، هو وين كان؟ وعلامة استفهام الأكبر اللي هي على ربنا، انه انت لما بدك تنزل نبي يحكي للناس وزي محمد وعيسى، انت ليش بتنزلهم او بتتذكرهم لما يصيروا ختايرة؟ يعني المسيح تذكرته عمره 30 سنة، ومحمد تذكرته عمره 40، يعني كحكحه. طب انت بما انك الله ما تنزل واحد جاهز، يعني مش ضروري لا ينورد بمغارة، ولا محمد مشكوك مين ابوه لحد هسا وضل ببطن امه 4 سنين، نزل واحد جاهز خلص، يعني انسان بالغ حكيم فهمان، واحد مش بتنزل 4 5 عشان الناس تذبح بعض عليه، كل واحد بروح مع واحد، وبعدين اخر شيء بس يموتوا الناس بتصير تذبح بعض. لا، نزل واحد للكل، وانسان بالغ، انسان راشد، انسان حكيم، متعلم، فهمان، وعارف شو بحكي. اما بتنزل يعني بتنزل ولد صغير، ولد بمغاره ومش عارف ابصر مين اجا، وبعدين اختفى 30 سنه رجع وعمره 30، وما لحقش يحكي إشي، وما لحق يعمل إشي، يعني يدوب حكى اللي حافظهم أو اللي حفظهم، أبصر وين كان بأي بلد، اللي حفظه وشافه من التعاليم الموجودة والديانات اللي كانت موجودة. طبعا قصة المسيح في تقريبا، ما بدي أكون دقيق عشان ما حدا يكتب إنه لا أو أنت غلط، في أكثر من 10 قصص طبق الأصل عن ولادة المسيح، ما بدي أحكي الرقم لأن أنا مش متأكد من الرقم، طبق الأصل كيفية الولادة كل الأحداث اللي صارت بولادة المسيح موجودة قبله بعشر قصص. ومرة دخلت على رشيد على القناة تبعته، بدي أشوف أنا نفسي كنت حاب أسمع الجواب، حاب أشوف أنا شو رأي المسيحيين المتعمقين زي الأخ رشيد، شو رأيه بهيك مواضيع. فعامل مناظرة هو واحد من عنده بالقناة، اللي بتخدم من خلاصة الحكي انكار وبس، خلص انكر كل طلع كل اللي قبل المسيح كذابين بس خلص،
صحيح صحيح صالح، يعني هو رشيد هذا منطقي جدا جدا، يعني الى ابعد الحدود، واكاديمي في كل ما مع يرفعه المسلمين بس مش مع الديانة. عن الاسلام، ولا لما تجي عن المسيحيه يتحول الى شيخ من شيوخ الاسلام بالنسبه آه للاسلام، بس هو يتحول شيخ مسيحي الى ابعد الحدود، يعني خرافه بالضبط، الترهات الى الترهات تكون هيك لعقله. على كل يعني على كل خلينا نرجع نروح على مرحلة المراهقة صالح. مرحلة المراهقة بصير الإنسان يوعى، بصير الإنسان يفكر بالله بجدية، يعني بصير تطرح عليه أسئلة حقيقية. كيف شوف واجهت الأسئلة هاي؟ كيف واجهت الأسئلة هاي؟ وشو كيف بحثت عن هالأسئلة وكيف جاوبت عليها؟ طيب، هلا انا خلينا نحكي قبل المراهقه ما كنتش متعمق بالدين، ما كنت يعني مش في بالي الموضوع كله، خلص مسيحي وخلص، عرفت زي 80% من المسيحيه وبرضه المسلمين، يعني مسلم وخلص، مسيحي وخلص، بالهويه وخلص الدنيا ماشيه. هلا بعد فتره، بعد ما بلش الواحد يوعى، صارت تجيني اسئله، كثير اسئله تجيني غريبه، بس انا انه اخاف، انا نفسي كنت اخاف لما تجيني انه شو هذا، يعني شو كيف بفكر هيك، انا شو الهبل اللي انا فيه، يعني انا مين انا عشان افكر بالله زي هيك، فاعمل سكيب خلص، انه انسى السؤال، انسى انسى. بعد فتره اللي حكيت لك عنه، اللي هو ابن عمي المسؤول عن المتجددين بالاردن، حاول معي انه يصيروا ياخذني، بيعملوا مخيمات للمسيحيه، شباب صغار يعني بياخذوهم على مخيمات وبصيروا يوعظوا، عباره كلها عن شيء وعظات يعني من الصبح لليل، يعني يا دوب بخلوك تلعب شويه وبعدين بجيبوك محاضره، بعدين كل، بعدين محاضره، بعدين مش عارف شو محاضره، بريكك هو بس لما تروح تنام. اقنعني انه لا بروح معنا يا عمي، انا مش تبع هيك وملل وانا بمل بسرعه وهيك، حكى لي بس تنبسط وشوف انت كيف، هو بحكي لي بعدين في بنات ومش بنات وبتنبسط وبتغير جو، وحكيت له ايش اللي بنات يعني، بحكي لا مش زي اللي في بالك، بحكي له ايش انت شو عارفك شو اللي في بالي، بحكي لا ما انا بعرفك، انا بحكي لك انه مش بنات اللي في بالك، بنات انه جو حلو، يعني تخترط مع ناس جداد وهيك ومن عمان على اساس انه العاصمه وانا مش من العاصمه. حكيت له طيب اوكي، بس على شرط بجيب اولاد خالي معي، فهو انبسط انه اوكي الشباب زياده يعني. اللي صار انه اول طلعه، اول مخيم طلعته ما اثر فيه ولا بإشي، خلص بس طلعت هيك تغيير جو. اللي جبتهم معي هم الاثنين اللي تاثروا، هم اللي صاروا مؤمنين ومتعمقين كثير. اللي واحد منهم أثناء المحاضرة فجأة اختفى من جنبي، بطلت أشوفه، فطلعت قصرت أدور عليه، هي زي خيمة كبيرة بالليل كانت، طلعت ورا الخيمة لقيته بيبكي. إيه، فأنا بطلع عليه بحكي له مالك، حدا حكى معك يعني؟ بحكي لي لا مالك مالك، إجل عليه نفسه الواعظ اللي هو ابن عمي، مالك مالك، حكى له انا ندمان ومش ندمان على الرب ومن الرب، اثر فيه الحكي اثناء المحاضره وصار ندمان على حياته كلها من الحكي الفاضي يعني. طبعا هلا هو ملحد، حاب احكي لك اللي كان يعيط هلا هو ملحد. يا سيدي اهلا وسهلا فيه، بين الاصول الاخوان الملحدين. ف انا بعد فتره اتاثرت فيهم، صرت عن جد مؤمن يعني، اقرا بالانجيل وبطلت اطلع، يعني صرت انه فعليا امشي بالشارع اذا بشوف بنت بدير وجهي، صرت سلفي اذا بشوف بنت بالشارع بدير وجهي على الجهه الثانيه، عن جد وصلت المرحله هاي. الاشي الغلط الوحيد اللي كنت اعمله اني ادخن دخان عادي، يعني حتى كنت حاسس بالذنب وانا بدخن، لانه يعني كل ما اروح على الكنيسه انه مثلا اصير اطلع ادخن سيجاره برا وارجع، انه طب وبعدين يا صالح، ويعني شو بدك بهالعاده ومن هالحكي. ضليت فتره زي هيك، بس برضه بعز دين ايماني وتعمقي كان لسه في اسئله تيجي على بالي وما إلها جواب، ما فيش، ما حدا راضي يفيدني، ما حدا بالاحرى ما حدا قادر يفيدني يعطيني الجواب اللي يمسح السؤال، مسح
يشيله من بالي انه خلص هو هيك. لا ما كان، يعني في كثير اسئله، يعني مثلا من الاسئله كانت تيجي على بالي ايش مثلا شغله الثالوث المقدس اللي هي الاب والابن والروح القدس، انا هاي لهلا لهي اللحظه انا مش فاهمها، وكل اللي حاولوا يفهموني اياها هم مش فاهمينها. يعني حتى القسيس الخوري لما يجي يفهموك اياها، خلينا نحكيها هيك بالمشربحه، هم بخشوا بالحيط وهم بيحكوا، هم مش فاهمين شو بيحكوا. صالح بس بدي اسالك سؤال هون، اسف للمقاطعه، احكي لنا شلون بيشرحوها، ان هن شلون بفكروا فيها؟ يعني بصراحه لحد هلا مثلا واحد زائد واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد، يعني لحد هلا ما يدخل الا، يعني ممكن بالنظريه النسبيه نقول نسبيا ممكن تصير، بس بالواقع العملي الموجود عندنا يعني شيء مستحيل. يعني كيف هلا هي لا عملي ولا منطقي ولا بتفهم، يعني اصعب من الفيزياء شغله الثالوث المقدس، عن جد اصعب من الفيزياء. يعني بحكي لك انه الاب والابن والروح القدس، طيب هيهم ثلاثه، بحكي لك لا هم واحد. طب كيف واحد؟ ما هو بحكي لك الاب تجسد بالابن، يعني يسوع هو الله والله هو يسوع، وهم واحد، بس لا هم مش واحد هم اثنين. يسوع مات بس الله لم يموت، والله الحي ولكنه مات على الصليب، ولكن الذي مات على الصليب هو يسوع، بل هو ليس يسوع هو الله، الله تجسد في المسيح بس ومات على الصليب. طب يعني الله مات؟ لا الله ما مات، يسوع اللي مات. طب ما هو الله تجسد في جسد إنسان يعني في المسيح، لا ما هو ابنه. طب يا عم استنى شوي، ما انت حكيت انه الله جسد في جسد انسان عشان يفدي البشريه، مزبوط. طب مسك من صلب ومات، لا مش هو مات، هذا ابنه المسيح، هو الله فوق، يعني هم اثنين. لا برجع بحكي لك لا هم واحد مش اثنين. طب يعني اسمع بس، تمسك راسك هيك انه طب خلص اوكي زي ما بدك، بتتعب بتتعب وانت بتسمع، وهو بتعب وهو بيشرح لانه بعيد نفس الكلمات، بضل يعيد نفس الكلمات بس بشيلهم من هون بحطهم هون، برجع بسحبهم برجع بعطيك اياهم بطريقه ثانيه. هو نفسه، اسال اي مؤمن، انت اساله سؤال ما تعمل شيء، اتركه هيك وبس، حط هيك كتف ايديك وتفرج عليه، خلاص اتركه لانه راح يضل يحكي نص ساعه لحاله، اتركه وتفرج عليه، شوف كيف هو نفسه راح يتخربط ببعضه، وانت ما حكيت، يعني انت ما غلطته. طب ما حكيت لا استنى شوي، لا اتركه، انت بس احكي له فهمني الثالوث المقدس والفداء على الصليب واتركه، راح يضل نص ساعة بس بضل يحكي. بس نفس الحكي ضل يعيد، هو الله تجسد جسد انسان وفدى البشرية على الصليب، طيب ماشي يعني الله مات؟ لا الله ما مات، الله فوق. طيب اوكي يعني هم اثنين مش واحد؟ لا هو واحد بس هم يا زلمة انا تعبت هلا وانا بحكي فيها. بصراحة شيء مضحك صالح، انا بزمان كتبت هيك تغريدة مثل ما بقولوا على الفيسبوك، انه اذا الله موجود في كل مكان معناته موجود حتى في بخش، ولكم الفهم يعني حتى في دكانته بالصعيد بالضبط بالضبط. فيعني هذا الاله للاسف الشديد صار لعبه بايد العالم هاي، وهو شيء يعني اخترعوا العالم بس مشان يعني من الخرافات يمشوا امورهم ويلعبوا سياسه ويستغلوا. كل واحد على كيفه، لكل طائفه على كيفها، كل طائفه لها نظره معينه بالمسيحيه، وبعدين كل طائفه ما هسه ما في شيء اسمه بالمسيحيه تكفير، بس كل طائفه يعني بكفروا بعض بس بكلمات مختلفه عن الكلمات الاسلاميه، بس انه بكفروا بعض. يعني انا لما حولت من اللاتين للانجيليه، اللاتين ما خلوا علي، خوري اللاتين وصل مرحله حسسني انه انا اسلمت، يعني انا تركت المسيحيه هيك من اسلوب الحكي والتليفون اللي رنوا علي، حسسني انه انا تركت المسيحيه كامله لاني صرت متجدد. وبتروح بترجع على اللاتين او على الكاثوليك او على الروم، كل واحد بيحكي عن الثاني انه هذول ما بيفهموه، هذول اغبياء، وهذول الله راح يحطهم في النار لانهم بيلعبوا، يعني حرفوا كثير بقصص المسيح ومش عارف ايش من الحكي الفاضي. يعني بتحس حالك انت لما تروح من طائف لطائف انك تركت الدين كامل.
وكلهم بالاخر بسمحوا لهم مسيحيه زي المسلمين. تيجوا عليهم تسالهم بحكي لك احنا عمره المليار ونص، تطلع على المليار ونص مشتتين كلهم بيذبحوا بعض وبموتوا بعض وبيكرهوا بعض، بس لما تيجي تسال واحد فيهم احنا امه المليار ونص. طب يا عمي وين المليار ونص؟ شو السنه ما السنه محسوبين على الشيعه والشيعه محسوبين على السنه؟ بحكي لك لا، ما هم هذول نفس الاشي المسيحيه، نفس الاشي المسيحيه. تقريبا اخر احصائيه اللي عملت انا شفتها اونلاين 33 الف طائفه مسيحيه، رقم فلكي، رقم مخيف، 33 الف طائفه. يعني شو بدي احكي لك انت، يعني نسبه انك تكون انت تدخل الملكوت الله تبع المسيح واحد بالالف صارت، اذا مش اقل كمان. 33 الف، 33 ألف طائفة مسيحية على مستوى العالم. يعني أنت نسبتك كمسيحي أو أي مسيحي نسبة دخوله ملكوت الله أو الجنة واحد بالألف، إنه حتى لو كان مؤمن وتقي ومحترم وطيب وبحب المسيح وكل حياته مكرسها للمسيح، لسه نسبة دخوله ملكوت الله واحد بالألف. هو بدي اسالك صالح، هلا عند المسلمين يعني بصراحه جنتهم احلى من جنتكم، جنتهم عز اقل شيء يعني، في سكر، في نساء حلوين، بنات حلوين. لا جنتهم شيء ما بتفوت بصراحه، يعني انا لو علي بدي افجر حالي بس عشان ادخلها. بالضبط، انت ايش في عندكم يعني المسيحيه؟ قصدي انا ولا شيء هبل عنا ولا شيء، بحكي لك انت يعني بتضيع حياتك كلها. طيب وبعدين انا شو راح يطلع لي؟ بحكي لك انت بتصير بالملكوت، روحك بتكون مع المسيح. طيب وبعدين يعني بضلني امشي وراه، روحي ضلت تركض وراه، يعني بعدين يعني ايش؟ طيب وبعدين بحكي خلص، ما هاي انت الحياه اللي بدك توصلها، انه انت روحك تصير مع المسيح، تصير بملكوت الله. طب ايش يعني؟ ما هو ايش راح يصير او شو راح يطلع لي؟ هو هيك، هي هاي راح تطلع لك، روحك راح تصير بملكوت الله، بس خلص خلصت. بحكي لك احنا ما عندنا شرب ونسوان ومش عارف شو واكل وشهوات الجسد وشهوات النفس، وهذا مش موجود هذا الحكي. بتتخلص من كل هاي الشهوات وبتطلع. طب يا عمي طب بدي انا، ما بدي اطلع بالملكوت واصير روح مع المسيح، ما بدي. بحطك في النار. طب بدي هاي ولا هاي؟ ما بنفع، لازم تختار. يعني شغلة هاي لما كنت أسأل كثير مثلا، انه شغلة انه تسأل ليش هيك عمل او ليش بدي احطه في النار، بحكي لك حرية الاختيار. طب يا عمي في أسئلة كثيرة مثلا على شغلة موضوع الاختيار، يعني مثلا عندك انت لما بدك تحكي بموضوع الاختيار، هلا خلينا نجيب لهم مثال، او سالته كثير انا هذا وما في جواب، ما في جواب مقنع. اجى شاب اغتصب بنت في الشارع، او اغتصب طفل او طفله بالشارع. هلا على بالمنظور الديني المغتصب عنده حريه الاختيار كامله انه يغتصب او ما يغتصب، اوكي، وهو اختار طريق الاغتصاب، طريق الشر زي ما بيقول المسيحيه. طب الطفل او الطفله او البنت وين حريه الاختيار؟ هي وين الخيار تبعها؟ يعني انت سالتها قبل ما يصير فيها هيك، انت حابه تغتصبي اليوم يعني مثلا ولا لا؟ ما في خيار، هي بس اغتصبت. طيب بيجي بحكي لك لا، ما هو الله بعوضها. طب انت سالتها اول انه يعني حابه انه واحد يغتصبك اليوم والله يعوضك بعد 45 سنه او 55 سنه او 60، يعني حابة هيك؟ أكيد راح تلف بوجهه للي بيسألها وتحكي له لأ. وبعدين يعني أنت ما لا أنا ولا أنت ولا كل ولا أي واحد ممكن يوصل لمرحلة يحس بالآلام الاغتصاب، بالآلام بالجرح النفسي والمعنوي والجسدي، يعني شعور لا يوصف إلا واحد يجي تعرض للاغتصاب هو اللي يوصف لك إياه، الجرح اللي ولا يمكن انه يشفى من الموضوع تماما، لا نفسيا جسديا ممكن بس نفسيا مستحيل. فمدى الالم اللي بوصله الانسان نفسيا بالاغتصاب فظيع، بس هذا لا يعني شيء عند الرب. بقول لك الرب هو اللي ممكن يعوضه. طب انت خيره اول،
ما انت كل شيء عندك تحكي له خيار. طب خيره، اساله احكي له انت بدك يا عمي يجيك واحد اليوم يغتصبك وانا اعوضك بعد 55 سنه مثلا لما تطلع عندي؟ لا، هو بس المغتصب اللي معه حريه الخيار. انا اكثر جواب بضحك وصلني من واحد مؤمن عن هذا الموضوع، هذا السؤال، جاوبني بكل بساطه بكل برود اعصاب، يعني بروده اعصابه، وحكيت بس الجواب عنده خلص من اسلوب الالقاء تبعه. حكيت له طيب تفضل، وانا بحكي لي انت ما بتعرف هاي البنت شو عملت قبل، بحكي له قبل ايش بالضبط، وانا بحكي لي يعني اذا كانت سيئه بحياتها او انه بالحياه اللي قبل حياتها، بحكي له ليش في شيء حياه قبل حياتها، بحكي لي ما هو الله بيبعث الشخص اكثر من مره، هاي النظريه تبعت الدروز طبعا، انه بيبعث الروح اكثر من مره عشان يكون مريت بكل المراحل انت، بعدين بسالك انت شو عملت لي. فهو صار الاخ درزي، فجاه تحول درزي، فبحكي لي انت ما بتعرف شو صارت، شو عملت هي بحياتها. طب ما في جنه ونار، انت ليش بتحاسب هل وبعدين هلا انت مثلا خليها خاطيه يا اخي، خليها هي بتصاحب واحد وبمارس الجنس مثلا خارج الطاقه الزوجيه اللي هو صاحب البوي فريند تبعها. هلا هو انت بتعاقبها انك بتجيب لها واحد يغتصبها في الشارع؟ انت هيك يعني وين العدل؟ وين وين الرحمه تبعت الاله؟ للاسف بنرجع برضه، وين الخيار؟ وين حريه الاختيار؟ كل ما تسال مسيحي كل حريه الاختيار، في خيار، يعني في خيار وفقوس عند الله. بالضبط بالضبط بالضبط. بدي اسالك، خلينا نروح على مرحله يعني الشك، خلينا نقول كيف بدأت بالشك، كيف بحثت وشو لوين وصلت، شو الأسئلة اللي انطرحت عليك، لوين طرحتها، شو الأجوبة اللي جتك، خلينا بهالمرحلة لو تحكي لنا فيها. أوكي، هلا أنا صار في كثير أسئلة تجيني على بالي ما لها جواب، أو حتى لما أسأل وأدور على أجوبة ما أقتنع، مش مقنع الجواب، مش جواب شافي لسؤال كبير زي هيك مثلا. بلشت الأسئلة شوي شوي تكبر، أحاول أنا أبعدها، أنا بكل صراحة كنت أحاول أبعدها، أحاول أطنشها، أحاول أغير الموضوع، أحاول ألهي حالي بأي شيء. بداية خلينا نحكي حطني على طريق الإلحاد قمص زكريا بطرس، هو أول من خلاني أبلش أبحث 100%. المفروض إنه هو اللي يهديني، أما هو اللي خلاني أبعد عن الدين أصلاً. صرت أدخل على زكريا بطرس أسمعه وأسمع شو بحكي مثلاً، فيديوهاته على اليوتيوب، كنت متابع قناة الحياة كمان فترة على التلفزيون. بلش يحكي، بعدين تحول صار تخصص اسلام زكريا بطرس، صار بس يحكي عن المسلمين، برضه ضليت اسمعه. صرت مثلا شو اعمل؟ اسمع منه شغله مثلا عن المسلمين انه بالقران او عن محمد، اروح ثاني يوم الصبح على الشغل وابلش احكي للشباب اللي معي، طبعا انا المسيح الوحيد، ابلش احكي لهم محمد هيك عمل ومحمد هيك عمل ومحمد هيك عمل والقران فيه كذا كذا كذا، ويجادلوني ويناقشوني وهيك. كان ما في تعصب، الجو اللي انا كنت فيه بشتغل فيه ما كان في تعصب، ما في واحد يعني يعصب وحالته حالي ولا اله الا الله، ما فيش من هذا الحكي، كان نقاش عادي. ارجع البيت يصيروا هم يسالوني اسئله، ارجع البيت اصير انا بدي ادور لها على اجوبه، ارجع لزكريا بطرس مثلا اتابع حلقاته. صرت وين انا بلش عندي التغيير؟ لما صرت افتح على النت مش على التلفزيون. هلا على التلفزيون انت ما بتسمع الا زكريا بس، يعني ما فيش غيره، هو اللي هاي، وكل اللي بيحكوا معاه بسبوا عليه وبتفوا عليه وبسكروا الخط. فانت هذا الشيء اللي بتسمعه بس زكريا. هلا على النت لما تدخل على اليوتيوب الموضوع مختلف تماما، هلا بتشوف سؤال وجواب، رد ونقاش، وناس بترد على ناس وناس بتحكي لناس. هلا الحلو بزكريا بطرس والمسلمين، احلى شيء انه الاثنين بنشروا غسيل بعض، بس انت بس عليك تتفرج، انت ما تعمل شيء، ما تحكي ولا حتى تكتب كومنت، انت بس اكتب افتح الفيديوهات شوف كيف بنشروا غسيل بعض الوسخ الاثنين. فانا صرت ايش اعمل؟ انه افتح زكريا يطلع طبعا على ريكومندد فيديوز، انه
الرد على زكريا، الرد على زكريا بطرس، الرد على الكلب زكريا بطرس، زي هيك افتح على الكلب زكريا بطرس واشوف شو بيحكوا عنه. يصيروا يحكوا شغلات عن المسيحية، انه طبعا ما عندهم جواب، 90% دائما ما في جواب، ما في رد، بس بيجي بحكي لك طب ما انت عندك، وانت عندك. صرت اشوف الشغلات اللي على المسيحيه، القى كثير من اسئلتي المسلمين بحكوا فيها، والقى اسئله زياده على اسئلتي برضو المسلمين بحكوا فيها، يعني بيطلعوا شغلات من الانجيل انه ما انت عندك كذا وانجيلك وسخ ومش عارف شو، بصير يحطوا لك الايات والاسفار والشغلات هاي. أصير أنا شو صرت أعمل؟ إنه أول شيء إنه تلخبطت كثير، تلخبطت وخفت لما أنا شفت الكم الهائل من الأغلاط اللي عمري ما شفتها أنا بالإنجيل، والتناقضات واللا منطقية. بصراحة أولها تلخبطت إنه شو هذا؟ أنا كيف ما عمري شفت الشغلات هاي كلها؟ أنا كاين أعمل هالدرجة؟ ما أنا قارئ الحكي هذا كله يعني أقل شيء 3 4 مرات، أنا كيف ما يعني شو انا كان اعمى زمان ولا ايش يعني، ولا كان مثلا بتعاطى اشي يعني؟ مستحيل. انا كيف مريت عن هذا الاشي من غير ما انتبه لهي النقطة؟ شو صرت اعمل؟ صرت اطلع اسال اخذ الاسئلة، واسال مثلا القسيس اللي بعائلتنا، اسال الخورة بالكنايس، اسال مؤمنين حوالي، مؤمنين عاديين ومؤمنين متعمقين. ما في جواب، بصيروا يلفوا ويدوروا بالحكي، لا ما هو المسيح، وبرجعوا لك يعني كل المسيحية لما ينحشر بالجواب بحول الموضوع روحي، يعني روحي بصير روحاني، ببطل في منطقية بالموضوع، بصير موضوع روحاني انه تجسد ومتجسد ومش عارف ايش يا عمي انا بسألك بواحد موضوع علمي، يعني في خطأ فادح، ولا خطأ علمي فادح، بحكي لك بصير روحاني يعني خلص انه هي هيك، عرفت يعني؟ خذها زي ما هي، زي الخوري المصري مش عارف نسيت شو اسمه، امبارح طلع له فيديو هي منتشر على النت كثير، اللي حرب الفلسفة. ما سمعت فيه بصراحة، ما أنا ما سمعت فيه لسه. ببعت لك اياه وبحطه بالكومنتس كمان. خوري مصري اجت واحدة سألته، بتحكي له انا عندي طفل عمره 9 سنين او 10 سنين، بيسأل سؤال، سألها عن نفس الموضوع اللي حكينا فيه، الروح القدس اللي هي الآب والابن والروح القدس. برضه بيسأل الولد، بحكي لك طب الروح القدس بما انهم 3، الروح والقدس ساي وين كانوا قبل ما يجي المسيح ينزل على الأرض؟ فبحكي لها ما كانوا، فبتحكي له لا كانوا، لأنه بالإنجيل محطوط انه دائما مع بعض لا يتفرقون للأبد. فبتحكي له طب وين كانوا هذول؟ فمش عارفه، هو تلخبط ما عرف شو بده يرد. حكى لها لا ما هو انت اصله، هو مين اللي بيسال؟ بحكي لها، بتحكي له عندي ولد عمره 9 سنين، فبحكي لها دي على بقى اسمها اسئله فلسفيه، وبما انه الولد ابتدى يقرا بالفلسفه حينتهي مش عارف وين، انه يعني راح يتدمر الولد اذا ما قرا بالفلسفه، فانت ما لازم يقرا زي هيك، وانتبهي على نوعيه الكتب اللي بيقراها الولد. حرم الفلسفه برضه بالموضوع اللي كنا نحكي فيه تبع الروح القدس، ما عندهم جواب. أتخن يعني، إذا في مسيحية بيسمعونا هلا أو راح يسمعونا بعدين على التسجيل، أنا بتحدى أي مسيحي يشرح لنا موضوع الثالوث المقدس وقصة الفداء على الصليب، مين اللي كان على الصليب بالضبط؟ مين؟ لأنه هلا جارتنا كانت بالضبط، جارتنا اللي كانت مش المسيح، لأنه صراحة المسيح. صالح أنا بس عفوا المقاطعة، أنا آسف كثير، لا لا عادي عادي، بس عجبتني أنا هاي مسألة بطرس أفندي. بطرس هذا أنا بصراحة عجبني، هو سوى يعني نكون واقعيين، نكون يعني مثل ما بقولوا شوي عادلين مع الرجل هذا، سوى شيء رائع، يعني سوى شيء رائع إنه هز بالفعل. هو طبعا يعني هو لانه عنده ماديات هز، في كثير ناس كان هزوا قبله، ولكن عنده ماديات من المساكين، مدعوم بشكل قوي جدا من الاموال المسيحيين. يعني طبعا حتى شغله بزمانه انا كنت الاحظ انه عم بيحكي على الشيعه والسنه، فعم بيقول لما بتقاتلوا الحراميه تظهر الحقيقه. هو ما كان دريان بنفسه انه هو والمسلمين لما عم بتقاتلوا عم تظهر الحقيقه هي، يعني للاسف بالضبط بالضبط، زي ما حكيت لك 2 بنشروا غسيل من وسخ، انت تفرج عليهم وبس.
بالضبط بالضبط، صارت معي شغلة بزمان، وكمان كان سوا كم حلقة عن الملحدين، فبعثت له قصيدة. ما عمري شفت الحلقات من الحديد بصراحة، إذا بترجع ل إلا بدور عليها. حوار الحق أو شيء من هالقبيل، أظن شغلة صار لها 7 8 شهور، يعني سوا كم حلقة عن الملحدين، فساوى مساوي قصيدة إنه الملحد الندمان وهالحكي الفاضي، يعني التفاهة. فبعثت له قصيدة، أنا بعثت له قصيدة أعلن إلحادي. طبعا ما بعرف شافه، وهو شافه ما شافه، الأدمن أكيد يعني عنده أدمن وشي. المهم بعد فترة بعثت له قصيدة تانية قلها أنا ملحد، كتبت له كمان تحت القصيدة إنه على فكرة يعني أنت عم تقول قصيدتك هي، يعني جبت له قصيدة بقصيدة إنه الملحد هذا ندمان، الملحد بعمره ما بندم على الخرافة، واستنى منك قصائد أخرى. ما عمل لي بلوك ومش الحال يعني. ف أكيد بيعمل لك بلوك يعني، أكيد. بالضبط بالضبط، وللأسف الشديد يعني هدول عقول المتدينين، كان بطرس ولا بطرس ولا الخرضاوي هذا، وكل هالناس هي يعني عقولهم هي، ما في سؤال ما بقدروا بجاوبوك عليه. على شوف كل أصدقائي، أنا أصدقائي بدي بس أذكركم إنه شوي كمان شي 10 دقائق راح أفتح سكاي، وعندنا اجتنا أسئلة كثير بصراحة على اليوتيوب، فبتمنى مشاركاتكم انا ومداخلاتكم. ممكن اشوف هالاسئله ولا بس انا انت بسألك بتشوف؟ يعني، انت اوكي ما اختار في مشكله. وبس احكي لنا اللي بقلبك، انا بسألك وبختار الأسئلة هاي، فاذا بدك تشوف ادخل على اليوتيوب يعني ما في مشكلة، بس لا خلص مو الافضل. مشكله، بلاش كركب الدنيا بالكمبيوتر عندي هون. طيب خلينا مرحلة الشك. هلا اوكي، هلا بعد الفتره هاي لما انا تفاجات بالشغلات اللي كانت موجوده، اللي كنت اشوف فيديوهات المسلمين اللي بنزلوها ضد زكريا بطرس، التخمت بصراحه انه يعني شو معقول هذا الحكي موجود عندنا وانا ما عمري انتبهت له. صرت اخذ الاسئله اسالها، ما في جواب مقنع او ما في جواب اصلا. كثير ناس مؤمنين بيقربوا لي واصحابي بطلوا يحكوا معي، بطلوا يردوا علي بالمرة لأنه ما عندهم جواب، وخلص إنه بطل يردوا علي بالمرة، بطل يحكوا معي عادي. أنا ما بتفرق معي كثير، بس في ناس كثير بطلوا يحكوا معي مؤمنين بس لأنه ما عندهم جواب على أسئلتي. صرت دخلت على النت أكثر، صرت أبحث أكثر، أسأل أكثر، أتفرج أكثر. يعني مرت علي أيام إنه أروح من الشغل اغير اطلع الجيم وهيك، اروح ارجع على البيت، يعني اقعد على الكمبيوتر اتفرج على اليوتيوب او على اقرا شغلات مواضيع ومقالات، اقوم على الكمبيوتر اغير او اعيد اطلع الشغل ما انام. يعني كثير ايام ما انام، انا بقرا بقرا بقرا، بعدين فيديوهات فلان وفلان 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 اتفرج عليهم، اسمع الكل، لانه كنت فتره يعني لسه انا بحاول اكذب اللي بسمعه كمؤمن مخلص. لسه كنت تعرف كأي مؤمن مخلص، وكثير في ناس بمرحلتي هلا بسمعوني، أو بالمرحله اللي انا كنت فيها انا متاكد في ناس كثير بسمعوني هلا. كنت بفتره انه انا بدي اكذب كل اللي بسمعه، يعني من قبل ما اسمعه، يعني انا داخل على الفيديو او داخل على المقال او على الكتاب انا داخل اكذبه، انا مش داخل اسمع ولا داخل افهم. وهذا طبعا حال مجموعة كبيرة جدا هلا موجودة بالعالم، يعني بالعالمنا احنا، يعني انسى العالم الغربي ما لهم دخل فينا. داخل اكذبهم، انا داخل اسمع عشان احكي له لا شفت انه احنا صح، ما ولا مرة تزبط معي ولا مرة، كل مرة يطلعوا هم الصح. في وصلت مراحل معي يا جان انه اطفي الكمبيوتر من الخوف، الخوف من الله. واو. لا لا عن جد، انه اوصل مرحله انه كنت ادخل على جروبات الالحاد على الفيسبوك، شو اعمل؟ ما احكي، ما اعلق، ما حتى ما كنت اعمل جوين للجروب، بس من برا اتفرج. ادخل اشوف مثلا سؤال بخصني، هلا ما بتعرف كيف الجروبات كلها اسئله واجوبه. ادخل اشوف سؤال بخصني، يعني سؤال انا محيرني شخصي، لما اشوفه خلص بس اظني متابع الكومنتس.
اقرا المؤمنين شو بردوا، اقرا الملحدين شو ردوا عليهم. هلا انا كنت ماخذ فتره يعني فكره كثير سيئه عن الملحدين، بس مش طبعا مش زي المسلمين انه ماخذ على فكره انه دين كاخته وامه، لا ما فيش منه هذا الهبل. انا كنت ماخذ فكره عن الملحدين انه يعني مش غبي، ما بدي احكي غبي، انسان بسيط جدا، عرفت يعني، لا هو متعلم ولا هو مثقف ولا شيء، خلص واحد هيك بتجاه على باله، عرفت يعني انه ازعر وما بده دين، عرفت، زي حالاتنا احنا يعني، مثلا لما كنا مؤمنين انه مثلا لما تصير تشرب وتطلع وبنات وشغلات وروحات وجيات اسمك انك ازعر وبعيد عن الدين، عرفت. هذا هو فانا كل فكري كان زي ما كنا نسمع بالكنائس، هلا الكنيسه ما بحكي لك انه الملحد الحد عشان ينكح اخته، بالكنيسه بحكي لك انه هذول بعاد عن طريق الرب، هذول بعاد، هذول ملتهيين بالشرب وبالبنات ومش عارف شو، عشان هيك هو مش ملحد. ما في شيء اسمه ملحد، كثير سمعتها بالكنائس، ما في شيء اسمه ملحد، في شيء اسمه بعيد عن طريق الرب، انت بعيد عن الرب، انت عايش بالظلمات، انت عايش بملذاتك الجسديه، انت ما في شيء اسمه ملحد بالعالم. فانا هاي الفكره لما كنت داخل على جروبات الملحدين، انا هاي الفكره اللي معشش براسي، انه هذول ناس ما في فكر، ما في بيس عندهم، ما في شيء، هم خلص بس بده يلحدوا خلص، يعني بده هيك انه زي ما انا كنت زمان، انه شغل شرب وطلعات وبلا مسيح بلا كنيسه، يسيبنا يا زلمه خلينا مبسوطين وشو بلا غم. دخلت انا اكتشفت انه الملحدين اول شغل انصدمت فيها انه الملحد بفهم اكثر من المؤمن بدينه، وبفهم كعامه ومثقف ثقافته اعلى من المؤمن. اللي اكتشفت انه المؤمن بيدخل حافظ ايه وبس بضل يعيد ويزيد فيها، وكل الحكي اللي بحكيه بنسمعه بخطب الجمعه، يعني هو ببغى بس، هو شو حكوله بالجامع بيجي بنزله بكومنت، مثلا ما عنده جواب بدخل على جوجل بعمل سيرش سريع كوبي بيست وبنزل لك اياه، يعني واضح جدا انه مش كتابته، انه كوبي بيست بجيب لك، او اعظم الايمان بروح بنزل لك فيديو بالكومنت. الرد القاتل للملحدين مش عارف ايش، الرد الاعجازي على مش عارف مين، يعني انا هاي اكثر فيديوهات بتعمل لي مراره، حتى ابن خالي مره استعملها معي، الرد اللي مش عارف مين عارف صار اكيد هو يا بسمعني هلا يا بسمعني بعدين، يعني هاي الفيديوهات تعمل لي مراره، انه في لسه بشر زي هيك، يعني إنه شو الرد القاتل على خلص في نقطه انطرحت تطرح عليها 1 2 3 4 تدخل على الفيديو. يعني انا مثلا مره دخلت على طبعا ملحد مصري غني عن التعريف مولانا، وانا مره بحضر فيديوهاته لقيت واحد الرد القاتل على ملحد مصري، دخلت عليه واحد بسبسب يا ابن الدين ام مش عارف ايه، يا ابن لما اشوفك عامل في دين امك مش عارف شو، يعني هاي هذا اللي بيطلع مع المؤمنين. فبحكي لك نرجع لنقطتنا، انه اول شغله انصدمت فيها اللي هي انه اكتشفت انه الملحد بيفهم في الدين اكثر من المؤمن، اكثر من المؤمن نفسه، مسيحي ومسلم. يعني انا لما شفت الملحدين بردوا على المسيحيه في نقاط كانوا يذكروها الملحدين انا ما عمري شفتها بالانجيل، ما عمري انتبهت لها، حتى القسيس ما عمره حكى لي اياها، حتى باسئلتي ما عمره جاب لي، ما عمره طرح النقطه هاي او حكى الموضوع هذا. هاي الشغلات مثلا اول شغله انصدمت فيها. ثالث شغلة انصدمت فيها انه حتى المؤمنين اللي بيحكوا عن حالهم انهم ضليعين وداخلين على جروبات الالحاد بس عشان يردوا على الشبهات ما عندهم رد، ما في رد، المسيح يباركك، الرب مش عارف ايش، الله محبة، احنا ما عندناش قتل، احنا ما عندي، طب يا عمي ما حدا حكى لك انه عندك قتل، بس جاوب على السؤال. بيجي بحكي لك لا، ما هو محمد اغتصب بنت عندها 9 سنين، طب مين جاب سيرة محمد هلا؟ لا ما انتوا سايبين الاسلام، انت بتشوف مين اللي بيقتل ومين اللي بيذبح. طب يا عمي انا ما جاب سيره لا ذبح ولا قتل ولا حدا جاب سيره، احنا عندنا اسئله هون مطروحه. لا انت ما تسيبك من المسيحيه وخليك في اللي بيقتلك، يعني هيك بس، كلهم هيك. واي حدا بيقدر يدخل على اي جروب، الاسئله يوميا تكرر ويوميا الاجوبه تكرر، فكل اللي حكيته راح تشوفوه.
انه يعني يا بنزل لك منشور 150 سطر اوكي وكلهم من الانجيل، يعني بتساله سؤال تنقد فيه الانجيل بجيب لك جواب من الانجيل. طب يا عمي انا الانجيل كله مش يعني بطلت امن فيه، انا بالنسبه لي كله حكي فاضي. انت بتروح بتعمل لي كوبي بيست من الانجيل نفسه؟ انا بدي تحكي لي انه كيف هذا الحكي صار، يعني مش منطقي اللي حكاه الانجيل مش منطقي. برجع بجيب لك شيء من الانجيل كوبي بيست كوبي بيست، يا بتحول الموضوع لمحبه، الله محبه ويسوع بحبك وربنا حيخلصك وربنا يا عمي حل عن ربنا انت وربنا، وراح يخلصك بالورطه اللي وقعك فيها، يعني وقعك بالورطه بالضبط كان يخلصك لازم تعبده. صالح وين وصلت؟ امتى وصلت لمرحله الالحاد وقلت انا ملحد؟ كيف وصلت لهالمرحله هي؟ وصلت اخيرا انت قلت انه خلينا نقول المسيحيه غلط، وما بعرف اذا فكرت تدرس الاسلام او تدرس ديانات اخرى. لا اكيد من القبيل. اكيد لا، لانه الاسلام ما شاء الله يعني ما في داعي لدراسته، يعني شارح حاله لحاله ومبهدل حاله لحاله، ما فيش حتى ما في داعي تتعمق فيه انت اصلا، يعني انت اقرا القران بتلحد خلص. يعني اكيد ما فكرت بالاسلام طبعا، يعني انا اصلا يعني بدايه طريق الالحاد كانت انه دخلت اخذ مواضيع عن الاسلام اناقش فيها الناس، عرفت، عن طريق العظيم زكريا بطرس. هلا من النقاط اللي كانت قاتله بالنسبه لي انه خلص، منها انه قررت انه خلص ما في، يعني كله حكي فاضي. شغله الفداء على الصليب مثلا، هاي كانت اكثر نقطه منه انا صغير، كان هذا السؤال دائما يجي على بالي وكنت اساله دائما دائما. اول شيء كنت اساله الناس المقربين عشان ما كنت استحي اسال الغرب عشان ما يحكوا عني انه انا كافر او بعيد عن الرب والحكي الفاضي هذا كله. اكثر سؤال كان محيرني انه قصه ادم وحواء انا شو دخلني. هلا في ناس كانوا كثير يضحكوا علي انه بالكنيسه او وين ما اروح اساله يعني انه طب انا شو دخلني، يعني هو اكل تفاحه، هي عاهره وهو حمار، اوكي هي جرجرته بكلمتين واعطته تفاحه، هذا لو صارت القصه اصلا، يعني كلها حكي فاضي بس خلينا نمشي على اساس انها صارت. اوكي انا مالي، انا مالي، امي مالها، ابوي ماله، احنا شو دخلنا؟ يعني هو قبل 2000 سنه صار هذا الحكي، وبعدين حكى وصار يتوعد كل حواء بالالام التولدين، والرجل انه وتشقى انا ناسي هاي بالضبط شو حكى، بس انه توعد الاثنين اللي هي كل المآسي اللي احنا عايشينها هلا، والتعب والشقى بحياتنا والام المراه بالحمل والطمث وكله بسبب ادم وحواء. طب احنا مالنا؟ انا شو دخلني؟ هاي اكثر سؤال حتى بعز دين صلاتي، يعني وانا بصلي جوا الكنيسه، انا هذا السؤال كان هيك رايح جاي رايح جاي، انا مالي؟ انا شو اللي بعمله هذا؟ انا ليش بكفر عن خطايا؟ اي خطايا اللي انا بكفر عنها؟ انا شو دخلني؟ خطايا البشريه، طب انا مالي ومال البشريه؟ هاي خطايا اجى يفديك على الصليب من اي خطايا اجى، انا ما طلبت منه، هو فداك عشان هيك لازم تعبده، طب انا ما طلبت منه يفديني وانا ما عملت شيء عشان يفديني. هاي من اكثر الشغلات اللي كانت عن جد كانت النقطه الفاصله منها، مش من هاي بالضبط، اكثر من شغله طبعا. قررت طبعا القرار اخذ معي زمان عشان احكي لنفسي مش للناس، لنفسي اكثر من سنه، شوف لحد وين، اكثر من سنه عشان اعلن لنفسي، شوف لحد وين الخوف كان من الله والنار، والله يحطك في النار. سنه كامله لما انا اعلنت لنفسي ان انا ملحد، انا ما بعمل بالله، الله مش موجود، الاديان كلها حكي فاضي، كلها كذب. طبعا انا اول ما اعلنت الحادي لنفسي وبعدين اعلنته للناس، ما كان عندي اي لحظه تردد نهائيا، اعلنته فورا للكل، فورا للجميع.
بالشغل، بالبيت، بالفيسبوك، بكل محل أعلنت إن أنا ملحد. صار معي شوية مشاكل، بس إنه أنا ما ترددت بإعلان الحالي، فورا أعلنت للجميع. برافو برافو صالح، برافو، انا احييك على شجاعتك بصراحه، وانا بتمنى من كل اخوتنا الملحدين يعني يتشجعوا. طبعا انا ما بقول غامروا بالحادكم، وهذا اكيد انا لا اشجعه، يعني عليه اي خطر كان جسدي او نفسي انا لا اشجعه بالجهر والمغامره، ولكن الانسان القادر بدون ما يتاذى جسديا او نفسيا يعني اشجع كل الشباب انه يجهروا، لانه مثل ما يعني حكيك كررت الكلام هذا كثير حتى ننقذ اوطاننا من هالدمار الموجود. طيب خلينا نشوف كم سؤال، وانا راح نرجع في شويه اسئله اخرى كمان، خلينا نشوف كم سؤال من اليوتيوب. اوكي، اكيد كلهم مسيحيه. لا يا سيدي، كانوا مسيحيه او اخوانجيه او شو ما كانوا يكونوا، ما عندنا مشكله. بس عم بيقول رجاءً اخوي العزيز، هاي شخص عم بيقول اي ال، هو اي ال اي ال ماجاك وات ايفر، عم بيقول رجاءً اخوي العزيز جان برو، ارجو طرح سؤالي اتي على ضيفك الملحد، ما الهدف من الحياه؟ قد ما نسأل هالسؤال، امبارح سألته هذا السؤال امبارح يعني بنسأله يمكن 31 مرة بالشهر. يا سيدي العزيز، هلا خليني احكي معك كمؤمن. انت كمؤمن شو هدفك بالحياة؟ ما هو هدفك بالحياة العبادة، يعني انت عبد، الهدف كله من حياتك عبارة عن انك تركع وتصلي وتشكر. طب يعني شو هالهدف؟ شو هالهدف العظيم؟ شو راح يعمل لك هذا الهدف بحياتك؟ شو راح يقدم لك بحياتك؟ شو راح تعمل انت لنفسك، لمستقبلك ولبلدك؟ شو راح تعمل لعائلتك انت بهالهدف العظيم انك تضلك تشكر؟ خالق 150 مليار مجره بيستنى منك انت تصحى الساعه 4 الصبح في عز دين البرد عشان تركع 4 ركعات وترجع تنام. يعني وتبع المسيحية بستناك كل يوم الأحد الساعة 10 الصبح تركض على الكنيسة تصلي تقرأ في الإنجيل شوي وتروح. طب يعني شو عملت أنت بهدفك أنت؟ بما أنك خلي هدفي أنا بعدين بحكي لك إياه شو هو الهدف كمنظور الشخصي، طبعا ما تأخذ على الملحدين كعامة، أنا بحكي منظور الشخصي. أنت شو هدفك؟ ما هدفك العبادة، شو عملت العبادة إلك؟ شو عملت العبادة إلنا؟ شو عملت العبادة لكل البلدان المؤمنة؟ ما هي أكثر بلدان مؤمنة، هي أكثر بلدان فيها فقر وبطالة وجهل وكوارث وحروب. يعني لما كانت الكنيسة حاكم بأوروبا كانت عصور الظلام، كان مذابح ومجازر فيها. هلا هي احنا ما شاء الله بالوطن العربي يعني عندنا بلدان مؤمنة وأهدافنا كلها العبادة، وهنا آلاف بتموت منها قاعدة كل يوم. ليش؟ عشان شيعة وسني ومسيحي ومش عارف مين ويزيدي ومش عارف الحكي الفاضي. وهيك اهداف كل ايمان، شو عملت كل ايمان؟ شو عملت الابلاء؟ شو عملت لبلداننا الايمان؟ دمرنا. هلا نيجي لموضوع الملحد، انه شو هدف الملحد بحياته بما انه بطل فيه الله؟ طب ما هو انا بالبدايه اصلا ما كان يعني ما كان هدفي الله كعامه. كيف اوضح لك اياها؟ هلا انا كملحد هدفي بالحياة هو نفسي ومستقبلي، مستقبل بلدي ومستقبل عائلتي. شو عملت أنا لحالي؟ شو عملت لمستقبلي؟ شو عملت لأولادي؟ شو عملت لعائلتي؟ وشو ممكن أقدم أنا لبلدي؟ وشو ممكن أنا أتعلم؟ شو ممكن أنا أتثقف؟ شو ممكن أنا أغير في حياتي؟ أطور بحياتي؟ أطور بنفسي، بذاتي، بتفكيري، بتعليمي؟ أنا هذا هدفي بالحياة. هدفي بالحياة شو ممكن أغير؟ شو ممكن أطور للمنطقة اللي أنا عايش فيها، للناس اللي حواليي؟ أنا هذا هدفي بالحياة. العلم، هدفي المعرفة، هدفي البحث، هدفي والبحث ما له نهاية، والعلم ما له نهاية، والمستقبل ما له نهاية. إذا تضلك تشتغل لمستقبلك ولمستقبل اللي بعدك، هذا إشي ما له نهاية، وإشي نبيل وهدف سامي بالحياة، إنك تعمل لنفسك، تدرس، تطور بمعرفتك، بعلمك، تشتغل على مستقبل عيلتك وأولادك وشغلك، طول عمرك، طور
وظيفتك، كيف انت تصير احسن بوظيفتك، كيف دائما انت لما تكون يعني شايف حالك ان انت نمبر 1، دائما شوف حالك ان انت نمبر 2، انا لسه بدي اوصل لنمبر 1 مع انك نمبر 1. اشتغل على حالك دائما، هذا هو الهدف بالحياه. الهدف بالحياه مش ان انا اضلني اصلي واعبد واشكر، هذا مش هدف. هذا الهدف هو اللي دمرنا. وهي عندك هلا عايشينها احنا، هاي البلدان المؤمنه لاهدافها كلها العباده والصلاه والشكر. تفرج عليهم شو بصير فيهم، وتفرج على البلدان اللي عايشين زي دول اوروبا والدول الاجنبيه، تفرج عليهم وتفرج علينا، بتعرف شو الفرق. في الاخ تراني اظن عم بتقول والله وهلا ورحب بالملحد الاردني، شي بيرفع الراس شرفتنا. في الفكريه الثوريه او عم بتقول المسيحيه ديانه قائمه على فكر فلسفي يسقط امام المنطق المادي بكثير من الاسئله. واحد نسكافيه بس، واحد من ثلاثة نسكافيه. الأخ محمد فضل عم بيقول عندي سؤال لضيفك الكريم، ما سبب اختلاف شكل الصليب بين الطوائف المسيحية؟ فشكل الصليب عند الأرثوذكس مختلف عن شكل الصليب عند الكاثوليك، تفضل. لا هلا ما في اختلاف بالصليب، انا ما عمري شفت اي نوع اختلاف، هو الاختلاف بالزينه تبعت الصليب. هاي موضوع زينة مش أكثر، إنه بحطوا على أطراف الصليب هيك أشياء ملفلفة على الأطراف، آخر أطرافه ونهاياته يعني. في ناس بيكتفوا إنه يحطوا زي خشبة عادية وعليها جسد المسيح نفسه كتمثال. هلا ما في اختلاف، بس في اختلاف بالفكر تبعهم، بس طريقة الصلاة. يعني مثلا بتدخل على الروم الأرثوذكس، أوكي، نص الصلاة ما بتفهمها. انا كنت ادخل عندهم نص الصلاه ما بفهمها، ما بفهم شو بحكوا. اللاتين اسهل شويه، اسهل واسهل مثلا المتجددين، انا بحكي على الطواف اللي بالاردن. هلا شكل الصليب انا شخصيا ما عمري شفت فيه اي اختلاف، بس عباره عن انه الزينه تبعت الصليب، ديزاين تبع الصليب بس. اما الاختلاف كصليب هو الصليب واحد عند الكل، بس بيختلفوا بالديزاين تبعه بس، كيف بشكلوه انه اشكال حلوه يعني، فبنشوفه انه مختلف مش اكثر. طيب في سؤال من رضوان عم بيقول سلام، لماذا بالرغم من التقدم العلمي في الغرب ما زالت المسيحية مترسخة؟ ما سبب هذه الاستمرارية؟ يوجد أكثر من مليار مسيحي. طيب هلا أنا بدي أرد عليه من تجربة شخصية، مش من قراءة على الإنترنت ولا من حكي أنا سمعته، لا من تجربة شخصية. هلا مثلا بلد كأستراليا نسبة ملحدين، احنا بنسميهم ملحدين، هم ما بسموا حالهم شيء، هم خلص ما بيؤمنوا بالله وخلص، احنا بنسميهم ملحدين. نسبة الملحدين عن تجربة شخصية تتعدى 60%، بتوصل ل 70 عن تجربة شخصية. انا بطبيعة شغلي كل يوم بشوف ناس جديدة وبحكي مع ناس جديدة وبتناقش مواضيع مختلفة، وانا نفسي بطرح عليهم مواضيع دينية، مش دينية، انا بسأل أسئلة عامة عن الدين وعن الله. نسبة الإلحاد 70% باستراليا تقريبا، يعني من كل 10 بتطلع واحد أو اثنين، بالكثير ثلاثة بيحكوا لك yes I believe Jesus or I believe God، أو ما بيحكوا لك لا Jesus ولا God، بيحكوا لك I believe there is something but something something like what، بحكي لك just something I don't know I'm not sure بس خلص something إنه في power بالسكاي. هلا فعليا 70% ملحدين ما بيؤمنوا لا بالله ولا كنيسه ولا غيره. يعني مثلا المنطقه اللي انا عايش فيها هون فيها كنيستين، يعني ما بشوف بدخل عليها غير ختايره بس، ما في. الجيل الجديد هذا كامل ما عنده لا دين ولا عنده الله، وبنفس الوقت عندهم اخلاق اكثر منا على فكره. يعني هسه لما احكي كلمه ما عندهم دين ولا الله، طبعا فورا بعقل المؤمن ايوه هذول ضايعين ومخدرات وانسى هايصة عندهم. حاب احكي لك انه الجيل الجديد اللي لا بيؤمن لا بالله ولا بدين عندهم اخلاق احسن منا مليون مره. و يعني بدك تحكي صفت نسبه المؤمنين، بدنا نحكي ال 30 او 35% اللي ضايلين نصهم ختايره كبار، والنص الثاني مش سكان استراليا الاصليين، كلهم عباره عن شرق اوسطيين او اوروبيين من اصول اكثر شيء جريك
او ايطاليان اللي هم يا يونانيه يا ايطاليه، هذول اكثر ناس يعني متزمتين يعني لسه محافظين على الدين. فلما تيجي تشوف المؤمنين باستراليا مثلا 35%، يا نصهم بيكونوا، انسى انه نسبه الاستراليين منهم ختايره، بنحكي على الباقيين احنا، يا شرق اوسطيين من عنا من بلداننا لسه ملتزمين دينيا، يا اوروبيين بالذات من المنطقتين هذول اللي هي اليونان وايطاليا، هذول بس بتلقاهم متزمتين لسه محافظين على دين ابائهم واجدادهم. بالضبط. انا بصراحه صالح انا كنت باليونان عايش واعرف اليونانيين بشكل يعني متدين مثل السعوديين بالاسلام، فهذول متدينين بالمسيح. جدا جدا جدا. طيب معنا الاتصال من الاخ دانيال، تفضل اخي دانيال. مرحبا صديقي شكرا، مرحبا لضيفك، مرحبا للمستمعين. اهلا وسهلا بالمذيع حبيبي دانيال. حبيبي جام، مشتاق لك. انا المشتاق لك اكثر بصراحه. بتعرف دانيال، صوتك اذاعي يعني بشكل عجيب. انا بقترح عليك يعني تلاقي لك شيء إذاعة تلمك مثل ما بقولوا وتضبك. هيك بدك تعمل فيني، هيك بدك تعمل. الله يسامحك. أنا حضرت على فكرة حلقات دانيال كلها، وكثير كثير رائعة حلقاته. سمعت دانيال؟ ميرسي صديقي، أنا معجب كثير بحضرتك صراحة، وبحييك على الشجاعة. وأنا بحب الشجعان، أنا طيار وبحب الشجعان، وبحييك على هيدي الشجاعة أنك أول ما ألحدت أعلنت الموضوع. وهذا ببرنامج الجار من إلحاد هدف، وهذا الموضوع إنه نتوقف عن الخوف ونتوقف عن الرجوع الى الخلف. القطيع الاسد او الاسود ما بيهاجمه قطيع السيران او الفيله، بيهاجمه فيل لحاله وحيد بشكل عام، دائما بيستغلوا الفرصه انه يعني هذا لحاله فبيتمكنوا منه. اما لما يكون يعني خليني اسميه قطيع وبعتذر عن التسميه انما كمثال، بينما لما نكون نحن حجمنا كبير وحجمنا كثير ونطلع نجهر بهيدي الافكار، بيكون من الصعب النيل مننا او من الصعب انه ننقتل وننجرح ويتم الهجوم علينا. ليه؟ لانه بصير في مؤسسات بتقدر تحمينا، مثل المؤسسات اللي بتحمي افكارك باوروبا، مثل المؤسسات اللي بتحمي افكارك بامريكا وبغير الدول العربيه. هذه المؤسسات ليش منا موجوده بعالمنا العربي او الشرق الاوسط؟ بسبب ضعفنا نحن المسؤولين عن هذا الموضوع. لذلك انا دائما يعني بجميع مداخلاتي بنوه بهذه القناه الاستاذ جان، يعني وبنوه بالجهود اللي عم تنعمل انه المفروض يكون في ظهور اكثر حتى ما يتم النيل مننا بشكل بسيط. وكما ذكر الضيف الرائع صالح، انا كثير معجب بكلامه، المسيحيه بالحقيقه هي فكر فلسفي قائم على الفلسفه 3 ان 1 3 بواحد، مثل ما هو قال تخلطهم ببعض بيطلع واحد اللي هو الله. يعني انت بتجيب ظرف نسكافيه في حليب وفي شوكولاته وفي سكر، تحطه بالكبايه، بتخلط الكبايه بيطلع لك فنجان النسكافيه. فكمان المسيحي الفكره. دانيال وقف عندك، وقف عندك. يعني هلا شبهت يسوع الدلوع بنسكافيه. هلا النسكافيه بيروش اكثر في دلوع كمان. يعني بدنا نعطي مثال لنوضح الفكره يا جماعه، خلينا نوضح الفكره. تفضل تفضل حبيبي تفضل. خلاص ما العم تخفل الفكره. ممكن يصير شاي يعني، ما في مشكله تحطه بالمي تغليه. ممكن يطلع شاي. بس لا، انا لاكون منصف بحيث انه عايش باوروبا، انا مشكلتي الان مش مع المسيحيين. هذا موضوع المسيحيين كملحد الان لا يعنيني. ليه؟ لانه انا باوروبا بالمدينه اللي عايش فيها، الجميع بيعرف انه انا ملحد، والجميع بيعرف انه انا عندي قناه يوتيوب وبطلع وبهاجم الدين. ما حدا هددني بالقتل هون، عم بحكي على المسيحيين الغربيين. انما مشكلتي الكبيره ومشكلتي العميقه مع من يرفع السيف بوجهي ويهددني بالقتل ويهدد اهلي بالقتل ويهددك لك. هلا ليلي يعني ما شاء الله صلاح، يعني بهنيك انك من اليوم حتبلش تترقى، يعني حتبلش تترقى رسائل رائعه. فانا مشكلتي مع هيدي الصنف من الناس، هو حر يعبد كلب لا بس ما يعوي علي الكلب تعوله، يعني هذا مشكلتنا نحن. لنكون منصفين شوي، المسيحية يعني أزاها ومشاكلها أقل وطئ من الله أكبر ولا إله إلا الله ومحمد رسول الله. يعني المسيحيين بالعراق رغم أنه في فوضى بالعراق يا جان، ما عملوا مجازر بالأزيديين ولا اغتصبوا. الحقيقة اللي عمل هذا الفعل من المسلمين، بينما المسيحيين كمان اللي عايشين حالة فوضى مثلا بالعراق، ما في قانون ما في دولة. فهذا بس من باب الإنصاف، إنما هني في نفس خانة الخرافي. وفي قول مشهور، بما انكم علقتوا على الاخ رشيدوف حبيب قلبي هذا رشيدوف، في قول مشهور
بيقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يديرونها كيفما دارت معيشتهم. رشيد معيشته وأكله وشربه شغال هيك، فالدين لعق على لسانه ولا أكثر ولا أقل. يعني ذكرتوا أنتم أنه بيطلع بيحكي الإسلام كات 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 كات، بتقول له المسيحي نحن بنقول بلبنان بدير الدين الطرشة. يعني وش قال لك شغلة دانيال، أسف للمقاطعة يعني، بس أظن رشيد يعني ما مسألة معيشة يعني، بحاجة ممكن يعيش بأي شكل من الأشكال يعني، كلنا عايشين من غير ما نغير أفكارنا يعني. أظن الرجل مقتنع يعني، أنا بلاحظ مرات بفكره ملحد، مرات بفكره، ولكن يعني ما أظن في شيء يجبره إنه يبقى بهالوضع يعني، غير قناعته يعني. يعني انت يعني نحن ممكن نموت جان بناء على افكارنا، نحن مؤمنين بافكارنا او عم نقاتل لاجل افكارنا. فانا بستغرب كيف انسان ممكن يعني يكون متلون بهذا الشكل. انا معك بهذا الكلام طبعا، فنحن يعني ما نملك بهذه الحياه بهذه الرحله بهذا الكوكب هي افكارنا، بنموت لاجلها وعم نقاتل لاجلها وعم نخطط لاجل هذه الافكار. فانا بستغرب كيف انسان ممكن يوضع نفسه بهيك مطرح. يعني اوقات بشوفه مثل ما انت عم بتقول 100%، اوقات بشوفه ملحد، اوقات بشوفه يعني بابا الفاتيكان، يعني في تقلب بشخصيته، عم بيعاني من تقلب هذا الرجل. انا ما عم بفهمه هو اساسا. انا بالنسبه لي اي واحد بيؤمن انه الله 3 ان 1 عنده تقلب بافكاره. انا بالنسبه لي دانيال اسف على مقاطعتك، بس بابا الفاتيكان اخر فتره انكر انا محوى. بس دقيقه واحده يا صالح، على راح اعطيك الخط. لا لا مش مشكله. دانيال انا بتمنى مثل ما قلت يعني، هو طرحت انت طرح كتير رائع، هو انه المسيح نسكافيه، وبالفعل تخلط السكر والحليب والمي وتلاقيه طلع صار نسكافيه، بس هذا رباعي. ورشيد انا بتمنى يوم الايام يعني استضيفه بهالبرنامج، يجهر بالحاده ونخلص بقى. شكرا كثير لك دانيال، ويعني مثل ما بقولوا لنا نقاشات اخرى. شكرا كثير دانيال. أخي صالح شو تعليقك؟ تفضل. هلا هو حكى نقطة كثير ممتازة، إنه صاروا يتخبطوا بالدين. هلا عندك من باب الفاتيكان للي بعده للي أصغر للي أصغر، نفسه باب الفاتيكان ارتكب غلطة فادحة قبل فترة لما حكى إنه حتى أنكر موضوع آدم وحواء أنها قصة حقيقية، وبحكي لك إنه هاي عبارة عن قصة رمزية، لأنه هو اعترف رسميا بنظرية التطور، نظرية داروين. حكى لك انه ما خلص يعني وصل مرحلة انه ما في داعي لعين، ما حدا بيقدر ينكرها. واي انسان هلا بفترتنا هاي زمننا بنكر نظرية التطور هو انسان، مع احترامي للجميع طبعا، انسان غبي ولا قارئ ولا دارس ولا بعرف شو يعني التطور. هو بس سمع بالكنيسة او سمع بالجامع انه هاي نظرية باطلة وبطلوها في الغرب ومش عارف ايش والحكي الفاضي هذا كله. نفسه هو البابا خلص وصل مرحلة ما بقدر ينكر اكثر من هيك. فحكى لك انه طبعا هاي غلطة فادحة، انه آدم وحواء قصة رمزية. اولا انت كيف تحكي قصة رمزية والمسيح مات عشانها؟ يعني هو المسيح مات عشان قصة رمزية؟ وبعدين انت شو مقياسك للقصة الرمزية والقصة الحقيقية؟ انت على ايش اعتمدت عشان تحدد انه هاي رمزية وهي حقيقية؟ طب احنا بما انه هاي رمزية، طب ليش ما يكون صلب المسيح رمزي؟ قصة رمزية هيك نتعلم منها يعني، مش انه نتعبد عشانها انه هو فدانا عن جد. لا، هو قصة رمزية وخلص يعني، نتعلم منها انه كيف تفدي الاخرين، كيف تساعد الاخرين، كيف تحب الاخرين. فهو بحكي لك قصة آدم وحواء رمزية، لأنه عارف إنها هي صفت عبارة عن قصص للأطفال بتحكيها قبل النوم، وقبل ما ينام أكد على الولد إنه هاي بس هيك بالكتاب، اوعى تصدقها، هاي بس هيك عشان تعرف تنام. بالضبط بالضبط صالح، وهي بصراحة يعني هي مثل ما بقول، هذا دل على شيء، دليل على التقدم العلم وتراجع الخرافة يعني، مهما كان من كل الجهات، إن كان إسلامي ولا مسيحي ولا غير مسيحي، بأي أي 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 فكر غيبي بصراحة. طيب معنا اتصال من الأخ سال، تفضل أخي سال، وآسفين على الإطالة. مش مشكلة حبيبي، مساء الخير. مساء الخير، مساء الورد، تفضل. تحية لك يا سيد صالح، على العافية حبيبي سال، الله يسعدك، وأهني على الخروج من
من عالم الظلمات. بنفس الوقت طبعا النقطة اللي حبيت أدخل فيها أخي دانيال تعمق فيها، وبرضه رسالة دانيال، دانيال حبيبي اتصل فيه بعد الشو، وأحب أوجه رسالة للمؤمنين وخاصة للمسلمين. المؤمنين عموما إذا كان في تغيير في الديكشنري، إذا صار تغيير في القاموس يسموا سوء الأخلاق والسقوط الأخلاقي والانحطاط، لأصبحت الكلمة دين، الكلمة الوحيدة اللي تستغل وتستعبد العالم بأجمعه. المسلمين حبايب قلبي، آخر من يتكلم عن الأخلاق هو المسلم، آخر من يتكلم عن الإنسانية هو المسلم. المسلمين الأرض دخنت جراحها من عندكم يا مسلمين، اصحوا يا أخواني. مش شغلة عدائية، بس صراحة هاي الحقيقة، انتم مغيبين مدفونين بالحياة، ويا ريت بس مدفونين وخلصانين من قرفكم. مسممين everywhere، باستراليا، بأمريكا، بأوروبا، بإمكانكم أن تذهبوا للسعودية ودبحوا بعضكم وخلصونا. بالمناسبة حبيت أوضح، في الغرب الدين أصبح حالة اجتماعية. الأب يأخذ عائلته ويروح الكنيسة مرة في الأسبوع، في الشهر، في السنة، يمكن في العشر سنوات، وأعتقد الأخ صالح شايف هذا كمان. أما في الشرق الأوسط المؤمنين يختلفون، وخاصة المسلم. الدين عندكم خاصة المسلم، المسلم لا شيء بدون هذا القرآن، وهو فعلا لا شيء، لا هو والقرآن اثنين وصدر. أتمنى يصحوا ويوصلوا للحقيقة. شكرا حبايب. بكل تأكيد. شكرا لك أخي سال. أخي صالح، في عندك أي تعليق؟ هلا بس دعلق نقطة كتير صغيرة هو حكاها. كل حكي مزبوط 100% طبعا. هو واضح من حكي أنه عايش بأمريكا. بس دعلق أحكي له نقطة صغيرة. الفرق بين أمريكا وأستراليا، أمريكا بالنسبة لأستراليا دولة متدينة جدا، كتير دينية. أستراليا ما إلها دخل بالدين، لا اجتماعيا ولا حتى يعني الدين كثير بعيد عن البشر هون، ما له دخل لا بحكومة ولا بسياسة ولا بإشي. يعني هون ما فيش إشي اسمه دين. نادر جدا لما تسمع إنه في حدا إنه مثلا راح الكنيسة أو إجا من الكنيسة أو عيلة طالعة من الكنيسة، ما في من هذا الحكي. أمريكا متدينين جدا بالنسبة لأستراليا، هنا ما في من هذا الحكي. نادر جدا لما تسمع عن عائلة كاملة مثلا راحت على الكنيسة، ما بتشوف هذا الحكي. يعني منطقتي أنا هنا في كنيسة قريبة مني، كنيسة بعيدة شوية، ما عمري شفت عائلة كاملة طالعة، كلهم ختائر يدوب بمشوا. ويعني نادر جدا لما أشوف شاب صغير أو بنت صغيرة طالعة من الكنيسة، نادر جدا. الدين باستراليا يعني اعطيهم كمان 10 سنين بيختفي تماما، مش موجود. هم لسه شويه زي ما حكيت لك اللي محافظين على حالهم، اللي هم الاوروبيين من هذول البلدين اللي ذكرتهم، والشرق اوسطيين اللي هم المسلمين ومسيحيه طبعا. بس هذول هم لسه محافظين على الدين. استرالي كاسترالي ما في شيء اسمه دين عندهم نهائيا. يعني أمريكا تعتبر بالنسبة لأستراليا دولة متدينة. صحيح أخي صالح. وأنا هون ببريطانيا بصراحة، أنا دخلت كنائس يعني لم أرى من الإنجليز غير العواجيز، وطبعا الأفارقة اللي بيجوا مهاجرين يكونوا كمان يعني متحمسين للمسيحية، بما يعني ما بعرف شو السبب بالضبط. يعني هم حمسوهم في بلدهم، أو في حملات تبشير كتير بصراحة. حملات التبشير هي اللي حمتهم على الدين، هم اللي ورزتهم إنه كل شيء بالدنيا دين والمسيح ومحبة. لما يجوا على دول أوروبا زي عندك على بريطانيا، ما بشوف الحكي اللي سمعوه، ما بشوف الحكي اللي سمعوه من المبشرين. صحيح. ومن الإنجليز بصراحة أنا ما شفت غير العواجيز يعني مؤمنين. طيب معنا اتصال من الأخ جانو، تفضل أخي جانو. حبيبي جان، تحياتي لك والضيف كريم الأخ صالح. أهلا وسهلا جانو، تفضل. سؤالي ما بدي أخذ في أمور دينية، بس سؤالي كان الأخ أردني، كيف حال أو نشاطات الملحدين في الأردن؟ هل عنده دراية
يعني عندهم جروبات او عندهم نشاطات بالنسبه للمملكه الاردنيه؟ هي يعني مملكه اسلاميه بكل معنى الكلمه، وكل منابع الاخوان هونيك والمنظمات المتشدده هونيك، يعني احنا شفنا. وهذا هو سؤالي، يعني كيف الشخص الاردني اللي يكون عنده افكار غير التدين كيف يعيش، او الملحد؟ اكيد 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 جانو، شكرا كثير لك اخي جانو. اخي صالح، سمعت السؤال؟ سمعته. هلا كعامة انا اللي بتذكره انه وضع الملحد، ما في شيء اسمه تجمعات الملحدين، او انه هلا على الفيسبوك اكيد في الملحدين الاردنيين، ولو يكتب على السيرش بيطلع معه جروبات الملحدين الاردنيين. في درب المعرفة الاردني كمان الحادي بس بشكل غير مباشر، بس كوضع يعني تقدر تحكي الاردن احسن من غيرها من الدول العربيه، يعني ما في شيء اسمه جلد ولا اعدام، وما في منه هذا الحكي بالاردن، انه يعني نوعا ما تقدر تعلن الحالك كمسيحي. اي شيء ثاني المسيحي، مسيحي كثير مخفف عنده الموضوع، بس انا بحكي كمسلم نوعا ما بتقدر تلحد تعلن إلحادك، بس إنه بترجع للمحيط تبعك، محيط عملك ومحيط أسرتك. على إذا الأسرة متشددة متزمتين دينيا، طبعا لا بقدر يعلن لا إلهم ولا لغيرهم، بضل حافظ لنفسه. بس إذا عائلته منفتحة عادية، يعني ما بدي أحكي منفتحة منفتحة، يعني إنه مسلمين بالاسم هيك عاديين، ممكن على إلحاده، ما في عليه ضرر لا من الحكومة ولا من، ما في قوانين إنها تضغطه انه ينحبس او يتوقف ويتحقق معه، ما في منه هذا الحكي، يعني مش زي السعوديه وزي دول الخليج وسمعت في اعتقالات بمصر صارت كمان للملحدين. الاردن يمكن حاله واحده اللي سمعت فيها اعتقال لملحد، بس بعديها ما عمره سمعنا ولا شيء، مع انهم دائما على الفيسبوك. واذا بتدخل على بيجات الاردنيه، زي في وحده بيج اسمها عمان كثير كبيره، بتقرأ التعليقات، نص اللي بكتبه الآدمي نفسه ملحد، طبعاً هو بس كاتب اسم البيج عمان، بس هو ملحد وبنزل شغلات من فترة لفترة إلحادية، وكل اللي بكتبه ملحدين علني رسمي، بسمعهم الكاملة، صورهم بروفايلاتهم الأصلية، يعني مش فيك، وما ما ما بتوقع إنه في خطر عليهم. أنا هلا ما بعرف الوضع هلا بالضبط شو بالأردن، بس إنه بشوفهم بكتبوا عادي وبكل أريحية وبعلنوا، والأردن يعتبر كثير كثير أخف من باقي الدول العربية كإلحاد، إنه في احتمالية، يعني في عندك نسبة إنه ممكن تعلن عادي، بس إنه خوف من أهلك بس، مش من الحكومة، لا من الحكومة الأردنية ولا من الشرطة، الخوف من أهلك، حسب أهلك شو متزمتين أو منفتحين، الخوف من الأهل أكثر من الحكومة، مش زي باقي الدول العربية الخوف من الحكومة أكثر من الأهل. أكيد أكيد أخي صالح. أخي صالح، يعني عندي سؤالين أخيرين تقريبا، يعني نحن وصلنا لنهاية الحلقة. كيف بتقيم حملة إجهر؟ أوكي، أخي صالح أنت معنا؟ ما حدا سأل سؤال ديني لحد هلا. معك، سامعك. في اسئله بصراحه واسئله تعجبني، انا ممكن اتطرق له ولكن راح ياخذ الوقت كثير، ونحن وصلنا لنهايه الحلقه. وعلى كل حال الاسئله الدينيه راح نعيفها للاسبوع الجاي، لانه راح يكون موضوع يعني بخص الدين المسيحي وما بخص تجربتك. يعني انا كل هذا اخ جان، كل اللي حكيناه شيء سطحي، يعني هيك تجارب شخصيه لي. انا كنت حاب زي ما حكيت لك قبل ما نبدا الحلقه، انه بدي ادخل بتفاصيل دينيه، بدي اتعمق بالدين اكثر، انه نحكي بتفاصيل دينيه. بس تمام صالح، في عندك اسئله دينيه ولا بدك تخليها للمره الجايه؟ لا بنعيفها للمره الجاي. بصراحه صالح، البرنامج برنامجك، وأنا ممكن أسوي معك 10 حلقات 20 حلقة، ما في أي مشكلة تحكي اللي بدك تحكي عن الدين وتفصل الدين تفصيل، ما عندنا أي مشكلة يعني بصراحة. وهذا المطلوب، يعني هذا المطلوب، إنه نوعي هالناس هاي ونوعي أهلنا وناسنا يعني بهالمسألة هاي.
قبل ما نختم الحلقة هاي، طبعا موعدنا راح يكون بنفس التوقيت أصدقائي، وأنا اتفقت مع أخي صالح راح يكون نفس التوقيت الأسبوع الجاي يوم الأربعاء بنفس التوقيت الساعة 3 بتوقيت لندن عصرا، بنسوي حلقة جاية، وإذا احتجنا نسوي حلقات أخرى يعني ما عندنا أي مشكلة. وأنا بتمنى أسوي مع الأخ صالح سلسلة كاملة عن المسيحية، يعني لأنه مطلوب بصراحة سلسلة كاملة عن المسيحية. أخي صالح، كيف تحمل حملة؟ ما في مشكلة، إحنا ممكن نحدد بكل حلقة أن نتخصص بموضوع محدد معين، يعني نحكي بشغلة معينة. تمام تمام، ما في أي مشكلة. أنا مش سامعك على فكرة. سامعني؟ أنا سامعك، ما بعرف إذا سامعني هلا. أنا هيك سامعك ممتاز. أنا كنت بحكي إنه بنتخصص بكل حلقة، ممكن نخصصها لإشي معين، لموضوع معين داخل الإنجيل أو داخل المسيحية، كهات قديم وجديد. نتحدث بتفاصيل أكثر، موضوع بعد الحلقة عشان ما نتشتت. يا صالح، عشان ناخذ الوقت أرجوك، رح نتفق على الموضوع هذا بعد الحلقة، بس عندي 4 دقائق باقيانة وأنا بدي أخلص على الساعة ونص، يعني ما بدي أطول أكثر الحلقة. أوكي أوكي، ما في مشكلة. كيف بتقيم حملة الإجهاض؟ أوكي، كيف بقيم حملة إجهاض؟ حملة إجهاض الجهر بالإلحاد، كيف بقيم حملة إجهاض؟ لا، حملة ممتازة ممتازة جدا ورائعة جدا، وفكرتك عبقرية جدا إنه أنت تعمل برنامج الناس تعلن الحادة فيه، عشان لأنه في ناس كثير مؤمنين مسيحيين ومسلمين لحد اليوم تخيل إنه ما بعرف شو يعني الحاد، وما بعرف إنه في أصلا ملحدين موجودين. زي مثلا أنا فكرتي، أنا لما كنت مؤمن أنا ما بعرف شو يعني الحاد، وما كنت بتصور إنه في شيء اسمه أصلا الحاد، في شيء اسمه إنسان ضال، هاي كانت فكرتي عنه، وإنسان ما عنده فكر، إنسان بس حاب إنه يظل، إنه بس يبعد عن طريق الرب وشغلاتها كلها. فكرتك رائعة جدا، تورجي الناس إنه في شيء اسمه الحاد، وفي أصحاب فكر، وفي عندهم أفكار وعندهم أسبابهم ليش تركوا الدين، عشان أنت كمان تراجع نفسك إنه الأسباب اللي عندهم اللي خلتهم تترك الدين مقنعة لك انك انت تضلك متمسك في الدين. كل الاسباب اللي سمعتها ب20 30 ب100 فيديو، 100 فيديو خلينا نحكي فيه 100 سبب، مع انه راح يطلع اكثر من هيك بكثير، بس 100 سبب لو انت قستهم على حالك لحالك راح تشوف ان انت فعلا مقنع انك تضلك موجود ومحافظ على ايمانك بعد كل هاي الاسباب. ففكرتك كانت رائعة جدا وعبقرية جدا، وبتوصل الفكر، هو مش فكر الحادي بس بتوصل فكر انه في ناس غيرك، مش الناس مش كلها يا مسلم يا مسيحي يا يهودي، في ناس ما بيؤمن لا بهذا ولا بهذا ولا بهذا، وهي اسبابهم 1 2 3 4 5. انت راجع نفسك ودرسهم فكره فكره، وشوف انت شو اللي اقنعك وشو اللي ما اقنعك، وممكن تطلع وتسال وتناقش وتبحث زي ما احنا بعثنا وتعبنا وسهرنا وخفنا واحنا بنسال وخفنا واحنا بنفكر، بس وصلنا لنتيجة بالنهاية. أكيد أكيد أخي صالح، وطبعا بهالإطار هذا يعني نحن عملنا بصراحة عدة مشاريع، ومن ضمنها منبر الإلحاد. أنا أحب أذكر أصدقائي الشباب اللي ما بتقدر تطلع بصورته، يعني ما بتقدر، ممكن يعني تكتب كتابة حتى ممكن ننشر لك إياه بصفحة الجهر بالإلحاد، ممكن صوت تبعت لنا تسجيل صوت تحكي تجربتك، والأخ ريان عنا ممكن يعني هو يعني يرحب بهالمسألة هي، هو صاحب الفكرة أنه منبر الإلحاد بصوتك تطلع تحكي وتحكي تجربتك، يعني يا ريت بصورة يحكي بالصوت يعني. تفضل أخي صالح. تفضل، آسف على المقاطعة، بس إنه أنت ممكن تعمل فيديو عادي زي هلا لايف، أوكي، وبدل الكاميرا تبعته ممكن تحط صورة. بالضبط، وهو يظل يحكي عادي، يظل يحكي براحته ويسأل ويجاوب على أسئلة، ويتلقى اتصالات كمان ويجاوبهم على أسئلتهم، وبس إنه هو كاميرته عبارة عن صورة، يحط أي صورة بده إياها. بالضبط بالضبط. على كل إن نحن وصلنا لنهاية الحلقة، أنا بتشكرك كثير أخي صالح. إذا في عندك كلمة أخيرة بتحب تقولها للجمهور البرنامج، للمتابعين، أصدقائنا المؤمنين والملحدين مع بعض، تفضل.
هلا انا بحب احكي بس للملحدين، مش للملحدين، للمؤمنين اللي بيعملوا حالهم ملحدين خصوصا المسيحيه. هدول اكثر ناس فكره بزعل، يعني بتضايق منهم لما اشوف انا ملحد عامل حاله ملحد بس عشان يحكي عن الاسلام وهو مسيحي مؤمن، مؤمن جدا كمان. انا هدول اكثر ناس بدخل عليهم بمسح فيهم الارض بصراحه. يعني بحب احكي له انه زي ما انت بتحكي عن الاسلام وبتطلع اغلاط في الاسلام، انت كمان دينك مليان اغلاط، مليان اشياء غير منطقيه، مليان اخطاء علميه، مليان يعني ما بدي احكيها كل انواع عشان الخرافة. احكي لك. يعني انت عندك خرافاتك وهم عندهم خرافاتهم، فما تشد حيلك كثير وضلك تحكي عن المسلمين اللي بيته بالقزاز ما برم الناس بالطوب. فانت انجيلك مليان خرافات، مليان دم، مليان مجازر، عندك اشياء غير منطقية لا تحصى. وانا راح ابلش احكي فيها وفي غيري حكى فيها وخلص، ممكن تدخل وتدور. فما تحكي عن الاسلام وانت دينك لسه كمنطقيا اوسخ من الاسلام مليون مرة اذا بدنا نحكي بالمنطق. هلا دمويا ماشي، الاسلام دموي، بس انت دينك خرافات واساطير. واصلا يعني حاب احكي له للمسيحي اللي داخل على اساس انه ملحد، اصلا مسيحك مشكوك فيه كله على بعضه، هيك شخصية المسيح كوجوده اصلا مشكوك فيه. يعني 50% هذا الانسان ما كان موجود اساسا، فكرة المسيح ما كانت موجودة، وممكن نحكي فيها بحلقات بعدين. مسيحك اصلا كله مشكوك بوجوده، انه اصلا ما كان موجود هذا الانسان، ما اجى، ما صار، ما حكى، ما عمل اشي، هم الناس اللي كتبوا وعملوا شخصيته. وراح ندخل بتفاصيل كثير بهذا الموضوع بالحلقات الجاية مع اثباتات ودلائل كثير، انه المسيح اصلا مشكوك بشخصيته. هلا انا ما بحكي انه ما كان موجود ولا كان موجود، مشكوك بوجوده، مش زي محمد مثلا، محمد مليون بالمية كان موجود، مليون لا لا بالمية. صدقني المسيح لا. صدقني صدقني صالح، حتى محمد مشكوك بوجوده يعني، وفي دراسات صعب شوية تشك بوجود شخصية زي يعني محمد. المهم اظن في دراسات وفي في اسئله كثير مطروحه حول وجود محمد بذات نفسه. انا بتشكرك كثير اخي صالح، طبعا خليك معي على الخط هلا، برد ضروري معك بعد أوكي. بس يعني. وانا بشكركم كثير اصدقائي، الى اللقاء في حلقه قادمه، نرجو المتابعة. شكرا لكم، شكرا.